أعطيك كلمة الأستاذ رادي الليلي. رادي الليلي طاقة، أقول لكم بصدق، اللي كنا كنشوفوا في الإذاعة والتلفزة المغربية كنا نفرح، يعني كيفاش واحد مقدم أخبار بطريقة تفاعلية وليس بطريقة القراءة، قدم واحد النموذج، شخص فصيح في اللغة العربية، والطريقة باش كيتعرف، والطريقة باش كيتناول الأخبار طريقة جديدة على غرار قناة الجزيرة وغير قناة العرب الغردالي. للأسف النموذج المتميز قطاع أخبار أرادوا إعدامه وكان لهم ذلك، وكما كنقول دائما وكما قلت لنفسي إنهم أعدموا فقط المنصب، ولكن الفكر ديالو بقى حر وبقى مستقل، ولو كنت خاضع لتركوك، ولكن كنت صاحب الفكر وكنت صاحب الكلمة الحرة، وأنت تعاني، ولكن الحمد لله جميع الحقوقيين والجمعويين والصحفيين كيشوفوا فيك رمز للصحافة. شكرا لكم.